السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة أرباح من الإنترنت، أهلا وسهلا بيكم. لو دي أول مرة برجاء الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. امبارح زي ما لاحظت كده إن كان في عملة لقيت قطعة واحدة جاتلي من عملة اسمها سيكتور، فعملنا بحث عليها على العملة نفسها، وصلت للموقع لقيتهم عاملين اير دروب داخلي عندهم، بيشتغل على إن هم بيوزعوا بونص مجاني على كل المشتركين في الاير دروب. هم 5 مهام تقريبا، هتحط المحفظة دي أول حاجة، المهم جروب تيجرام، فولو على تويتر، تعمل تويت تاني، أو 4 مهام. هو مفيش احالات بس نلحق نجمع منه الرصيد فسجل فيه، وبرضه عرف صحابك او الناس اللي يهموك ايه بالعملة دي، او انت ممكن تشتغل على كذا محفظة في نفس الوقت، بس يكون عندك كذا ايه جروب تيجرام مع كذا ايه يوزر تويتر، وتقدر تجمع من العملة برضه على ايه قد ما تقدر. المهام بتاعتها سهلة زي ما قلنا. نخش بعد كده على الايردروب، كنت شرحته امبارح، في يمكن ناس معرفش تسجل فيه. الايردروب انا كنت قايل 10 قطع، لا هما 25 قطع، فبإذن الله ممكن يكون الدخل بتاعها داخل في حوالي 250,000 ساتوشي. التسجيل اول حاجة بتسجل في المحفظة دي، انت لما بتيجي تسجل في المحفظة اوضحها برضو للناس، يعني في اخ عارف يسجل معايا دخل اليوزر زي ما قلت. العيب في المحفظة دي لما تيجي تدخل له اسم صح هو بيعتبره غلط، تمام؟ فانت بتكتب حروف ملخبطة، مثلا هتكتب نجرب كده مع بعض، مثلا نشوف بس نكتب اي جي. او نكتب في الجزئية دي اف اس مثلا كذا، تمام، مع 55 66 ايا كان، تمام، هتلاقيها ظبطت معاك. تقعد تجرب كذا حرف ملخبط يعني لغاية لما ايه، في ناس كتير حاجزة يوزرات بالطريقة دي، فانت حاول تجرب كذا يوزر وقال تبتدي بحرف الاف، ولا بصراحة اللي ظبط معايا. زي مثلا اللي سجل معانا هنا، هتسجل ده اول جزئية في المحفظة دي اللي هيوصلنا عليها رصيد، او هنبعت عليها رصيد بعد كده. تاني جزئية هتنسيب لك اللينك ده، تمام، ده اللينك ايه اللي هو هيجيلنا عليه البونص نفسه، هنبعت منه بعد كده. انت عشان تسجل لسه ايه ما فعلش او فعلت غلط هنا في السيلفي، تمام، هترفع صورة ليك مع البطاقة أو الباسبور، وهتكتب اسم الموقع، اللي هو موقع اسم العملة اسمها وايت توم. وايت توم خده من فوق أفضل، سيبك من كلمة وايت توم اللي هو ايه اللينك بتاع الموقع. تكتب كلمة مثلا فور وايت توم، وتكتب تاريخ اليوم وصورة البطاقة أو أنت ماسك البطاقة أو الباسبور، تمام. دي كده احنا أول صورة هنرفعها. نيجي اللي بعديها الدوكومنت، هترفع هنا صورة البطاقة الوش بتاعها أو الباسبور. 3 ابديت داتا دي على ما اظن المحفظة، لا دي البيانات هندخلها ومن ضمنهم المحفظة. هنيجي هنا مثلا ندخل ايه رقم البطاقة والباسبور، اسم الاول والاخير، تاريخ الميلاد، النوع، نوع الوظيفة بتاعتك. شوف انت ممكن تقول له اذر، لو انت نوع وظيفتك موجودة في المجموعة دي اكتب نوع وظيفتك، البلد، العنوان، التليفون، الموبايل. هنا بقى المحفظة، قلنا هنجيبها من هنا بعد ما بتسجل في المحفظة، بتيجي على كلمة اتذكر كده مينينج، لا فين اسيست، هو بيبعت على عنوان هو اليوزر احنا سجلنا بيه، يعتبر ده عنوان محفظتنا على الموقع نفسه، تمام. فانت المطلوب منك هتنسخ اليوزر اللي انت عملته، بيبقى هو هنا، واحنا برضه هو نفس اليوزر احنا سجلنا بيه ايه في الموقع، تمام. هنحطه هنا كعنوان محفظة، ده الجديد اللي جد، يعني هم غيروا النهاردة خلوا ايه الدنيا ان انت تحط اليوزر كعنوان محفظتك، تمام. بكده بس انت بتنتظر لغاية لما التوزيع يحصل، بس اهم حاجة لازم ايه تفعل الوثائق زي ما قلت عشان الرصيد تقدر تسحب الرصيد بتاعك. خش بعد كده على الايردروب اللي بعده. الايردروب ده خاص بعملة زين، كنا شرحته قبل كده كذا مرة، هعيد شرحه والنهاردة في اضافة جديدة. اول حاجة احنا بنحتاج عشان نسجل في الموقع، او انت سجل في الموقع على سجل بايميل وباسورد، دي مش مشكلة، بس عشان تقدر تسحب العملة او تعمل الفوست اللي بتعمله كل يوم لازم يكون عندك محفظة زين، ودي ممكن نجيبها من منصة باينانس. هسجل في المنصة، تخش على ولت، تمام، هنكتب اسم عملة زين،
ظهرت معانا اهي. هعمل دوبيزيت، ادي ايه عنوان المحفظة ظهر معايا، انسخ كوبي كده وارجع احطه في الخانة دي كده وايه وادوس ايه كلاين، بس انا هعمل لوج ان الاول. محفظتي واعمل كلاين. انا عشان عملت الكلاين بتاعي النهارده فيقول لي انت ايه عملتها. لا جه تمام، ده تقريبا فتحها لي عشان اللي هوريه لكم دلوقتي، وزود الرصيد كمان. بص احنا قلنا ان احنا بنتدرج كل يوم، فضلت انا ثابت كل يوم اخش بوصل لاتنين اكس اللي هو ايه الرصيد بتاعي بيتصاعد لغاية لما ممكن اوصل لواحد زين. سعر قطعة واحد زين دلوقتي تقريبا واصل على $9. تمام، ايه الجديد؟ ان انت هتخش على كلمة بونص هنا، هو هيثبت لك الرصيد بتاعك ده او هيرفع لك الكلايم بتاعك في المقابل الاتي، ان انت هتيجي هتربط الفيسبوك والموقع، هتربط لينكد ان، هتربط ايه وتربط تويتر، هتلاقي الخانة دي عمالة تتنقل في كل موقع بتربطه لغاية لما توصل معاك 2x.2. في مقابل كده لما تيجي تعمل بوست كل يوم هتلاقي البوست بتاعك ارتفع، بدل ما كان مثلا بيبدأ معاك من 3 4000 أو 5000 ساتوشي، لأ هتلاقيه بيتكلم معاك في 11000 ومية ومية ألف ساتوشي وإيه وأرقام كبيرة. يبقى الجزئية الجديدة اللي معنى إيه؟ إن إحنا هنخش من بونص هنربط الموقع التواصل وانا اشتغل على الفوست، هنلاقي الفوست ضعف مرتين او ثلاثة. احنا اشتغلنا على الاثنين ووصلنا هنا للمعدل اللي احنا قلنا عليه. نيجي افكركم برضو بالاردروب بتاعهم، خلاص يوم 27/1 قرب يخلص الاردروب كده كده مفهوش احالات، انا حاطه للناس عشان باذن الله ربنا يكرمهم ويكسبوا منه. هيوزع بمعادل حوالي $100 على مجموعة وهينتهي يوم 27/1، يعني فاضل عليه اسبوع بالظبط. نحاول نسجل في العملة أول حاجة في المحفظة، نجي محفظتنا مثلا منصة بايننس ونربط زي ما قلنا، أول حاجة نخش في بونص نربط موقع التواصل، ويوماتي نخش نحط محفظتنا ونعمل فوست بتاعنا مع الإيردروب، وربنا يكرم بإذن الله للناس اللي هتشتغل على المجموعة دي. نخش بقى الإيردروب اللي بعده. هلا ده احنا شرحناه امبارح، خلينا في الجديد. انكس ده عبارة عن بوت تليجرام، الاير دروب هيوزع بمعادل $50، ده برضه شرحناه امبارح بس عايز شرحه نوضحه للناس. هو مبدئيا عبارة عن شركة موبايلات وبرامج موبايلات، ده الأساس بتاعها. العملة بتاعتهم اسمها EXNX، ده العملة بتاعتهم. هيوزع والتوتال سبلاي بتاع العملة عامة 2 مليون، فالاير دروب مهما كان انا اسف 5 مليون، هيوزع منهم كاير دروب 2 مليون. تمام، فالتوتال سبلاي مش كبير، فمعنى كده ان العملة هيبقى سعرها عالي حتى لو خدت قطع قليلة. هو المجموعة اللي هيديها لنا بيساوي $50. هنيجي نشوف المهام المطلوبة، اول حاجة نعمل جروب تيجرام اول وتاني وتالت هنا برضو، وفولو على تويتر، مجرد فولو على تويتر. نشوف بعد كده الاثبات بتاعتنا، لما تدوس له سبميت بيطلب منك اليوزر التليجرام، ده كده يوزر التليجرام برضو للسبونسر، بعد كده اليوزر بتاع تويتر اللي انت استعملته، بعد كده محفظة الاسير والمواليد بتاعتنا. تمام، ده لينك البرنامج بتاعه لو انت عاوز تنزله تجربه مفيش مشكلة، انا هجربه عن نفسي اشوف ممكن يبقى فيه بونص اضافي مش هنخسر حاجة. وبعد كده بتشغل رابط الاحالة بتاعك وبيديك على كل احالة 25 قطعة. برضه خش على الدروب اللي بعده، ده خاص بعملة اسمها بيتون او بيتين، الاختصار بتاعها LTB. الدروب هيدينا 100 قطعة على كل حالة 25. المطلوب هتخش على البوست ده. تمام، اول حاجة هتعمل فولو الصفحة، وتيجي تعمل هنا لايك وريتويت عاديين، وبعد كده ترجع تعمل كومنت. الكومنت ده هيكون فيه التالي، هتنسخ من اول كلمة اي فوت تمام لغاية اخر السطر، يعني تنسخ ما بين المجموعة دي، تنسخهم وتعملهم ككومنت على البوست ده، وترجع تحط لينك الكومنت بتاعك هنا.
تمام، هوضح لكم برضو، خلينا عملي. هنيجي نعمل فولو، هنرجع هنا، هنعمل هنا لايك، ونعمل ريتويت. معنى اتنين ريتويت، تعمل ريتويت الاولاني العادي، بعد ما تعمل ريتويت العادي هتيجي هنا في الكومنت، هتدوس على العلامة دي، هتنسخ الكلام اللي احنا قلنا عليه من اول اي فوت لغاية هنا. ماشي، خد اللينك ده كله وهتحطه ككومنت، تمام. وبعد كده تنسخ لينك الكومنت بتاعك وترجع تحط هنا اهو. بعد كده تنضم لاثنين جروب تليجرام وتحط اليوزر. بعد كده استأذنك هتحط اليوزر الخاص بيا كحالة، ونحط هنا رقم محفظة الاسم المولد بتاعي. نخش على الدروب اللي بعده، وده مرحلة رقم اتنين منه، تمام. أول حاجة مطلوب مننا هنسجل في منصة اسمها فيميكس، تمام. بعد ما هنسجل فيها نخش مبدئيا، انا وصلني رصيد تقريبا بسيط من الراوند 1، بس هما في راوند 2 بيوزعوا رصيد اكتر شويه، فانت ممكن تستفاد من العرض. هتسجل في المنصه، تسجيل في حد ذاته بتاخد عليه منص. هنيجي بعد كده هنا الاير دروب نفسه، هنشوف ايه المطلوب. هننضم اول حاجه، نعمل فولو على الفيس، فولو على تويتر، سبسكرايب على اليوتيوب، والتسجيل طبعا في الموقع. وبعد كده بيطلب منك رقم اليو اي دي، ورقم الاي دي بتجيبه من المنصه من هنا. خش على اكونت ميل، اكونت سكيورتي، ادي رقم الاي دي بتاعي مثلا، حطه انسخه هنا، والايميل اللي انا مسجل بيه. وبعد كده لا، يبقى لازم ريتويت، يبقى البوست ده هنفتح الصفحه بتاعتهم. عايز اتاكد من حاجه، تمام. دي البوست اللي هنعمل له ريتويت تاني، تمام. هتيجي هنا لو البند بوست نفسه او الايه البوست الرئيسي، تعمل لايك وريتويت، والريتويت هيكون مع كومنت، وتنسخ الريتويت بتاعتك وترجع تحطها هنا. بيقول لك واشتري اكونت يو وانت فاند، ماشي. بيقول لك هو انت عاوز البونص بتاعك يوصلك على حساب البي تي سي ولا اليو اس دي، اختار مثلا اي حاجه فيهم انت عاوزها. بعد كده بتدوس كلمه سبمنت، خش على الدروب اللي بعده، ده دروب جديد، والرصيد بتاعه او البونص بتاعه تقريبا بما يعادل 40 دولار. المطلوب فيه، بص احنا لما نيجي نسجل في نقطه هوضحها لكم، انت بتسجل ايميل وباسورد عادي. بعد كده عشان تفتح محفظه هو بيديك اختيارين، لا تعمل كرييت واليت، كرييت واليت ده اكنك هتعمل محفظه زي محفظه الاسير المولد بالظبط، لو بتنزل كي ستور والشغل ده، وبتحفظ البرايفت كي وبتسجل بالمحفظه. يعني هو فيها تسجيلين، تسجيل ايميل وباسورد، وتخش بعد كده تعمل ايه الكرييت واليت، لا اما تريح دماغك خالص. لو انت عندك ميتا ماسك زي عندي هتعمل تسجيل دخول بيه على طول، هو بيديك الاختيارين، تمام. نفتح كده ميتا ماسك، ونخش هنا. انت بعد التسجيل بميتا ماسك هيبقى معاك الحاجتين دول، هتخش مثلا على بالانس ده اللي هنحتاجه احنا، تمام. هنقف على الصفحة دي وهرجع لكم تاني اقول لكم هنعمل ايه. نخش دلوقتي على الدروب. الدروب عبارة عن بوت تليجرام، نجيبه كده من اوله. بيقول لك ان سعر القطعة بتاعتهم بيساوي 40 سنت، وهو هيدينا 100 قطعة، يعني بنتكلم في 40 دولار. المهم اول ما بتدوس على كلمة جنرال دروب هيبتدي معاك الكباتشة، هتحل الكباتشة. بعد كده المهام بتاعتنا، اول حاجه طالب منك تسجل في المنصه، بسيب لك اللينك. بعد كده انضم لجروب تليجرام اول وتاني وثالث برضو. بعد كده فولو على تويتر او البوست لايك وريتويت، هنا برضو
السبونسر او الشريك بتاعهم، هتعمل له برضو فولو على تويتر او البوست لايك وريتويت، بعد كده فولو على الفيس او البوست في الفيس لايك وشير، هنا فولو على ميدم او البوست تعمل له كلابس، تمام. بعد كده الفيديو بتاعهم على اليوتيوب هتخش تعمل لايك وفولو، تمام. كده احنا خلصنا، هنحط الاسبابات بتاعتنا، الايميل، يوزر التليجرام، يوزر التويتر اللي استعملناه، بيسألك انت عملت على الفيس، انضميت. الفيس ممكن مش شرط تعمله على فكرة او ميدم، عشان هو مفيهوش اثبات هنا، هتقول له يس في يس. نيجي بعد كده المحفظة، المحفظة هنجيبها من مطرح ما وقفنا، احنا قلنا بعد ما سجلنا في المحفظة بتاعتهم هنخش على كلمة فاند بالانس، نيجي على العملة بتاعتنا، العملة اللي احنا هناخدها اسمها اي اف اكس 24، ماشي. هتيجي هتدوس على كلمة ديبوزيت، هتنسخ عنوان المحفظة وترجع تحطه تاني في الاير دروب، اوكي. بعد كده الاير دروب خلاص يعتبر، هو بيقول لك انت معاك 100 قطعة، هتتابع رصيدك يعني لو حد سجل معاك، رابط الاحالة بتاعك من الريفيل لينك، تمام. وبيديك على كل احالة 20 قطعة، يعني مثلا احنا قلنا 100 ب 40 سنت، يعني تقريبا عاملين حوالي $6 $5 حاجة زي كده، تمام. ايه تاني بقى نستفاده من المحفظة نفسها؟ هنا ده محفظتك، تمام، اهي اللي هو الرقم اللي بيبقى على الشمال ده جوه الموقع نفسه، بس عشان انا مسجل انا بميتا ماسك فاخد الشكل ده. هاجي هنا بس على كلمة اول كلمة، كلمة اير دروب، مع الاير دروب نفسه اللي احنا اشتغلنا عليه اللي هو البوتيجرام، حاجة تروج لرابط الحالة بتاعك، هو بيديك برضو رصيد من عملة الايف غير البونص اللي انت هتاخده من البوت نفسه، تمام. انا تم تأكد من الاير دروب وان هو صادق عن طريق الجروب تيجرام بتاعهم، هم سايبينه اهو، لقيت في الجروب تيجرام هم نفسهم حاطين الاير دروب نفسه اللي هو البوت اللي انت تعمل عليه المهام، فانت هتشتغل في جزئيتين، تروج رابط الاحالة بتاعك من المحفظة بجانب تروج رابط الاحالة بتاعك من الاير دروب نفسه. نخش بعد كده على الاير دروب اللي بعده، ده عملة ماركو بولو، شرحتها قبل كده كبوت تليجرام، اللي نزل لها جديد اللي هي عملت فورم، برضو تم التأكد من فورم ان هو من جروب رسمي بتاعهم. نيجي نشوف المهام بتاعتنا المطلوبة، هتعمل له سبسكرايب على الفيديو ده او اليوتيوب صفحة بتاعتهم، وهتعمل هنا تتفرج على الفيديو وتعمل لايك وكومنت، وهنا برضو لايك وكومنت، تمام، وهتنضم لجروب تيجرام، واكيد عشان يوصلك الرصيد لازم تنزل المحفظة بتاعتهم، العملة دي لها محفظة خاصة بيها هتنزلها من الصفحة دي بالشكل ده. تيجي تدوس على كلمة داونلود وبتحمل المحفظة عندك على الجهاز، وبعد كده ايه بترفعها على الموبايل. نيجي هنا نحط محفظة ماب اللي هي ماركو بولو، اسم العملة جوه المحفظة اسمها ماب، ده اللي العنوان اللي انت هتحطه. بعد كده يور ماركو بولو الايميل اللي سجلت بيه في المحفظة، وبعد كده اكونت ال قناة البروفايل بتاع قناة البروفايل القناة بتاعتك على اليوتيوب، وهنا ريتويت يور ريتويت لينك، يبقى هنا فيها ريتويتاية، نرجع كده هنا لينك ريتويتاية اهو، لسه بقولكوا انا نسيت. تمام، هتيجي تاني سايب لك البص ده، البص ده هتعمل له اول حاجة طبعا للصفحة فولو، وهتيجي تعمل هنا لايك مع ريتويت، الريتويت بتاعنا هتحط فيه 3 تاج من الاصدقاء والهاشتاج ده، تمام. خلصت، هتاخد لينك الريتويت بتاعتك وتيجي تحطه في اخر خانة معانا هنا، هو هيوزع في مقابل قد كده ايه، بيقول لك هيوزع 2000 قطعة من عملة ماب، تمام. يبقى ايه، انا شايف ان الفورم او المهمة بتاعته اعلى من المهمة بتاعت البوت نفسه كمان، يعني في البوت كان بيدينا 30 قطعة كأساسي تاخدهم، والستاك 200 قطعة 300 قطعة، يعني هما موجودين لك برضو بس مش هتاخدهم دلوقتي، لما البيع ينتهي خالص هيديهم لك، تمام. فركزوا على الدروب ده مهم وجميل. نخش بقى كده على الدروب اللي بعده، وده برضو دروب جديد ومهم قوي. اولا هنسجل في موقع الايه الدروب نفسه، اول جزئية هنسجل في موقع الدروب نفسه، التسجيل سهل فمش اي مشكلة، وعلى فكرة كان في بونص منه المرحلة الاولى وصلني منها المرحلة الاولى، هنعمل اثبات مع بعض، نفتحها بس كده، تمام. انا فتحت المحفظة اهو، الاير دروب نفسه انا وصلني منه يعني عملتين،
اول عملة ده كان ايردروب قديم خالص، بس كان ايردروب خارج المنصة نفسه او الموقع، فكان عملة ست وصلتني. ايردروب نفسه اللي هو كان راوند وان كان بيدينا رصيد من عملة بي تي اف، العملة دي هتبقى عالية، فعشان كده بيدينا بيها بالساتوشي ما بيديناش بالقطعة. تمام، عملة بي تي اف كان الايردروب لو انت سجلت فيه بتاخد 200 قطعة، انا في واحد بس سجل معايا كأحلى واحدة فاخدت كمان 100,000 ساتوشي عليه، يبقى 200 من اللي انا سجلت في ايردروب و100 قطعة او 100,000 ساتوشي من اللي سجل معايا، او يعتبر مليون كده كمان، بنتكلم في 10 مليون تقريبا، 10 مليون ساتوشي. الايردروب عبارة عن ايه؟ احنا زي ما قلنا هسجل في الموقع، بعد كده ابو التليجرام، توتال سبلاي العملة 15,000 قطعة، فده اللي مخلي العملة بيدينا فيها بالساتوشي، فما تستهنش بالكمية دي، حاول تركز على الايردروب ده، مهم اوي يا جماعة، محدش يستهنش بيها، مفيش عملة قليل اوي لما بتلاقي عملات توتال سبلاي بتاعها مش معدي 100,000، دي كام؟ 15,000. فبإذن الله العملة دي ممكن تكون زي مثلا عملة انرجي، بنتكلم مثلا قطعة ب$10 و$20 وحاجات زي كده، وفي على فكرة عملات ثمن القطعة فيها زي عملة بلات كوين تقريبا ثمن القطعة $80، فركزوا عليه ومحدش يسيب الدروب ده، سجل فيه على الأقل حتى لو مش هتروج لرابط الحالة بتاعك. تمام، احنا الدروب بيبتدي معانا كلمة ستارت، وبعد كده تدوس كلمة دروب، هنا بيطلب منك الايميل اللي سجلت بيه في المنصة بتاعتهم، هتحط له الايميل، بعد كده بيطلب منك تنضم للجروب تليجرام ده وتحط له اليوزر، بعد كده تعمل له فولو على تويتر وتحط له يوزر التويتر، بعد كده بيطلب منك تنسخ رقم الاي دي بتاعك من المنصه وتيجي تحطه هنا، رقم الاي دي هنجيبه من هنا، القائمه الرئيسيه اهي، هتيجي كلمه بروفايل، ادي رقم الاي دي، تنسخه بالشكل ده وترجع هنا تحطه في الخانه دي. اول ما تحط رقم الاي دي بيقول لك مبروك كذا، بس في حته بقى عايزك تاخد بالك منها، هو حته خباثه، عشان البونص يوصلك هتلاقي حاطط لك هنا جروب تليجرام اضافي، يعني تقريبا جروب تليجرام اللي احنا مسجلين فيه فوق اهو، اللي هو ده جروب تليجرام تاني اللي هو بتاع نيوز بتاعه اللي هو الاندونيسي، سجل فيه، لازم تسجل فيه برضو عشان البونص يوصلك، فالناس تاخد بالها من الجزئيتين دولت ويسجلوا فيهم. وبيقول لك لو انت عايز تشير رصيد، الشير رصيد من العملة على الموقع بتاعهم اللي احنا مسجلين بيه في فعل، وتحاول تروج رابط الرحلة بتاعك وبإذن الله يبقى فيها بونص. بالنسبة للبوت تليجرام مفهوش احالات، تمام، فانت بتروج لل المنصة دي اللي ممكن تيجي فيها احالة، ان انت عن طريق رابط الاحالة بتاعك مع البوت تليجرام، والبوت تليجرام بدون احالات. اوكي، نخش بعد كده على الدروب اللي بعده. العملة دي مهمة، موجودة في كوين كاجو، بتتداول على بعض المنصات، انا بعيدها تاني، انا شرحتها امبارح بس بعيدها، العملة مهمة يا جماعة، سعر القطعة $15 ومسعرها على المنصة على الموقع كوين كاجو، ده موقع عملات بتتباع على المنصات، فنحاول نستغل الفرصة دي. الايردروب انا زي ما قلت لكم رجعت امبارح وتأكدت ان هو من ايه موقع العملة نفسه. الايردروب بيبتدي معانا بالشكل ده، اول طلب بيطلبه منك المحفظة، الايميل، بعد كده المهام بتاعتنا تبتدي، يوزر التليجرام، تحط تنضم لجروب تليجرام وتحط اليوزر، هو في قائمة تظهر هنا بس هي مختفية عندي عشان أنا خلصت المهام، اللي هي بتلاقي فيها المهام، هتلاقي كلمة سيريوم اللي هي محفظة عفوا وكلمة ايميل وهكذا، المهم يعني هتلاقي المهام ظاهرة في الداشبورد هنا تحت. هنيجي ننضم لجروب تليجرام زي ما قلنا ونحط اليوزر، بعد كده بنعمل له فولو على تويتر، وأول بوست بنعمل لايك وريتويت، واللايك والريتويت بنحط فيه 5 تاج من الأصدقاء، ما تنسوش الجزئية دي، تعمل هنا فولو للصفحة وأول بوست تعمل لايك وريتويت مع 5 تاج من الأصدقاء، وتيجي هنا هو طالب منك اليوزر مش طالب منك اللينك بتاعتك. أوكي، بعد كده هنا ايه تاني، بيديك رابط الإحالة بتاعك وخلاص، بعد كده بتتابع الرصيد بتاعك من الإحالات، والإحالة تقريبا بيديك عليها قطعة واحدة، فيعتبر الإحالة بيديك عليها $15. ده موقع فينيكس، لو منصة فينيكس فينيسكس، انت بتسجل في المنصة والمطلوب منك هي لعبة يعني، بس ايه بتكسب رصيد من عملة فينت، العملة دي موجودة على المنصة بتتباع بكمية حلوة يعني، وهيوزع منها كمية كبيرة، هيوزع حوالي
5 مليون قطعة من عملة فينت من قبل انت تلعب اللعبة دي. كل يوم تخشها مرة وتلعب. انت مبدئيا بتسجل في المنصة، وبعد التسجيل بترجع للصفحة الرئيسية هتلاقي شكل اللعبة دي في وشك، هتخش هتلعبها. في مقابل انت بتلعبها بتاخد رصيد عليها يومي كل يوم. تمام، ده حاجة بسيطة كده. نيجي للدروب ده جديد، قصب عملة اسمها سافاشاين. العملة دي برضو بتتم تداولها في حوالي 3 منصات، فبإذن الله مفيش مشكلة معانا تبيعها، بس السعر اللي هو كاتبه في الاير دروب مش هو السعر الحقيقي. يعني هو كاتب لك هنا ان هو الاير دروب يعني هتاخد منه مكسب، سوري، بما يعادل مثلا 6 أركان بالظبط، 5 دولار. لا لا، هو يعتبر كده، لو كاتب 5 دولار يبقى ده السعر الحقيقي. وعن كل حالة دولار، لا ده كده تمام. انا كنت شايف الاير دروب ب40 دولار، دي كانت غلطة مني. هو لو بالسعر 5 دولار 5000 قطعة، هما فعلا يعملوا 5 دولار، ده أعلى من كده كمان، حوالي 6 دولار أو 7 دولار، عشان سعر العملة ارتفع عن هما معلنين عنه هنا. بس الجميل في العملة إن العملة في ارتفاع. أنا مش بقولك تسجل في الدروب ده عشان فرصة وسعر خرافي، لأ، بس العملة عمالة ترتفع. العملة كانت نازلة من تحت خالص وعمالة ترتفع السعر بتاعها، ففرصة لينا إن احنا 5000 قطعة حتى خدهم خزن وما تبيعهمش وما تستفادش ب5 دولار. لأ، سيبهم لما يوصلوا لك، وبإذن الله العملة هيبقى ليها إيه شأن بعد كده. ننزل المهام بتاعتنا. أول حاجة طبعا الكابتشا هتحلها، بعد كده هتنضم لاتنين جروب تليجرام وفولو على تويتر. نيجي هنا بالنسبة لتويتر، أول بص هتعمل لايك روتويت مع كومنت، عشان هيجي يطلب منك بعد يوزر التليجرام هيطلب منك لينك ريتويتاية، فلازم تحط له ايه ريتويتاية مع كومنت. بعد كده بيطلب منك يوزر التليجرام مرة تانية، بعد كده بيطلب منك الايميل بتاعك، بعد كده رقم محفظة السر والمولد بتاعك. الايميل نفسه انا اتاكدت منه ان هو موقع المنصه نفسه او موقع العمله، فصادق وما عندناش اي مشكله فيه. نيجي بعد كده الدروب اللي بعده، ده مش الدروب ده، انا حاجه بوضحها للناس، دي منصه جرافكس اللي كنا احنا كنا استقبلنا عليها العمله بتاعت بي اكس سي اللي هو بيتكوين كلاسيك. العمله سعرها ارتفع، او بيتكوين كلاسيك سعرها ارتفع. فلو بصينا مثلا في مقابل الدوك كوين، بيديك قطعة واحدة مقابلها 32 دوك كوين، في مقابل بيتكوين هنا عامل 1000، يعتبر 1075 ساتوش، يعني القطعة الواحدة بتديك 1075 ساتوش. تمام، ده على منصة جرافيكس. احنا عودنا العملة عليها. احنا بعد العملة ما وصلتنا على المحفظة بعتناها، لو تفتكروا شرحت لكم الفيديو ازاي نبعت العملة من المحفظة للمنصة، فالناس اللي وصلت لهم العملة على المنصة حاليا يقدر يبيعها على المنصة أو على منصة زيركس 24، وبالتالي زيركس 24 السعر فيها أعلى. طبعا نبص كده سعر التداول هنا كام، نكتب اسم العملة بتاعتنا أهي، هنا 1112. فأنا شايف إن هنا السعر أعلى من منصة جرافيكس نفسها. بس نصيحة، ما تبيعش العملة دي، هي إيه هتعلى. هو طبعا لو انت معاك 200 قطعة 300 قطعة، انا بتكلم 300 ألف ساتوشي، يعني مبلغ حلو مش وحش. بس نصيحة، سيبها العملة دي بإذن الله هتعلى عن كده. هي دلوقتي ابتدت تنزل تاني عشان لسه التداول لسه مفتوح عليها قريب، فهتلاقيها بتعلى شوية وبعد كده بتنزل جامد وبعد كده بترجع تعلى تاني. فسيبها وما تبيعش دلوقتي. عاوز تبيع، أيوة، بفضل ليك انت تبيع على أي منصة زيركس 24، السعر عليها أفضل وأحلى. تمام، ده كده كان ايه اخر دروب معانا. قبل ما اقفل برضه، معانا في ناس بتروج اللي هم اجانب، وفي منهم مصر ناس عرب مش واخدين بالهم، بيقول لك اير دروب خاص بعمله او بمنصه فولجاري. تمام، بيقولوا ان هم عاملين بونتي بيوزعوا ايه السيريوم مجانا في مقابل انت بتعملهم ايه. مبدئيا الاير دروب ده سكام، عشان بس الناس ما تعبش نفسها، المهام فيه كتير وهو سكام. ده المنشور الرسمي على ايه، دي الصفحه الرسميه بتاعت عمله فولجاري او موقع فولجاري نفسه، بيقول لك ان الاير دروب ده سكام، وان هم اساسا خلاص خلصوا عمليه البيع بتاعتهم ومش محتاجين يعني، وان هم معهم العمله بتاعتهم ومش محتاجين ان هم يعملوا اير دروب، وان الاير دروب الموجود ده اير دروب سكام ومحدش يسجل فيه. تمام، الاير دروب نفسه بيقول لك ان هو بيوزع على 10000 مشترك، كل واحد بياخد نص اثيرهم، المبلغ برضو ايه مبالغ فيه. وعلى كل حاله بيتكلم في 5 مليون ساتوشي اثيرهم، لا الكلام ده ايه غلط. تمام، فالاير دروب نفسه ايه مش حقيقي. بص نشوف في حاجة وصلتنا جديدة من العملات. اللي وصلنا جديد عملة الترا شاين، وده اير دروب كنا شرحناه، دخل على شهر تقريبا دلوقتي. انا وصلني 25 قطعة، المفروض ان ايه
ده كان الرصيد من المهام الاساسيه اللي احنا عملناها، لسه الرصيد ما وصلنيش من الحالات، وبرضه لما وصلنا نعمل برضه ايه تنويه للناس. ده كده كان اخر حاجه معانا، اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم. ولو في اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه سيبه في المنصه. وبالنسبه في كذا حد سالني على محفظه راست والت، وباذن الله هشرحها قريب واوضحها للناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.